هنا بقالك كتير؟ يومك كان كويس؟ مالك يا عم؟ في ايه؟ مين اللي قابلتيه وانت ماشيه من الاوتيل الصبح؟ مين اللي قابلته مين يعني؟ انا مش فاهمه حاجه. انا شفتك يا هلا، الشنطه كان فيها ايه؟ كان في ايه في الشنطه يا هلا؟ ردي عليا، انت عارفه انت بتعملي ايه؟ عارفة لو اتمسكت باللي معاك ده ممكن يحصل لك ايه؟ عارفة يا عمر. وعادي؟ عادي. عادي ازاي؟ عادي عشان عادي يا عمر، عشان انت مش فاهم حاجة. فاهميني؟ مش هتفهم. فاهميني يا هلا. عادي عشان مش فارقة يا عمر، مفيش حاجة فارقة خلاص. أنا مش هنا، أنا مش حاسة بحاجة، فأروح السجن، أروح القبر، كل واحد بالنسبة لي. أنا حياتي خلصت، لفنتها خلاص، مش مستنية حاجة، مش خايفة من حاجة، ومش خايفة على حاجة. وأنا؟ أنت إيه يا عمر؟ بلاش هبل، أنت كمان يومين وهتمشي، وأنا حدوتة لذيذة، خلاص، خلصت الحدوتة على كده. طب وما قلتليش ليه من الأول؟ أقولك على إيه؟ إزاي يعني؟ وابني اللي بيشتغل معاك ده ما فكرتيش فيه خالص؟ صلاح ولا شاف حاجة ولا حس بحاجة خالص. عرفت كل ده ازاي؟ مش مهم. سيف، انا شفت اشرف بيكلمهم وسمعت. انت كنت فين لما انا كنت هناك؟ ما شفتكيش. كنت في الحمام وعرفت ان انت موجود لما طلعت. طب يلا خد الشنطه وقولي عند امي، انا هجيب الحاجه واخلص وهحصلكم. انا جاي معاك. لا مش هينفع، انا بالحاجه دي لو اتقفشت لازم اكون لوحدي احسن. خدي بس انت الصراحه روحي، يلا بينا. طيب يا مدام هالة، احنا كده خلصنا خلاص. حلو قوي، اقدر امشي يعني دلوقتي؟ لو احتاجناكي تاني هنكلمك. شكرا. مدام هالة، معلش انا اسف، سؤال اخير بس.
انت وحسن كنتوا بتتعاملوا مع بعض ازاي في الفرح؟ معلش مش فاهمه سؤال حضرتك. طب خلينا اصيغ لك السؤال بشكل تاني. بعد ما جوازك بسيف انتهى بالشكل ده، تقدري تقولي ان انت وحسن كنتوا على ود مع بعض؟ سبق وقلت لحضرتك ان حسن كان جزء من عيلتي، كان زي اخويا بالظبط، ومفيش حاجه اتغيرت حتى بعد ما انا وسيف. مع السلامه يا مدام هاله، شرفتي. مع السلامه. صلاح، هو انت بتتكسف من شغل باباك ليه؟ ما قلتش كده. انت ما قلتش، بس انا حسيت. لا ما كانش قصدي، انا بس على طول بحس ان هو شغل مكتفه وعمره بيعمل اللي هو عايزه. بس كلنا متكتفين يا صلاح، مش باباك بس. انت عندك حق يا عمر، انا مش عايزه الحياه دي، عايزه ابعد عن كل ده، عايزه ابتدي من جديد ومعاك، معاك انت. صباح الخير. صباح النور. أكرم الشافعي، نيابة الغردقة. أهلا وسهلا محمد، أقدر أساعد حضرتك إزاي؟ كنت عايز أعرف لو في حد معين نزل عندكم. طب في تاريخ محدد؟ لا أنا مش متأكد من موضوع التاريخ ده، بس ممكن رقم البطاقة ينفع. آه ممكن يا فندم. آه 37 14085 4040 772. هو مش طالع عندي حضرتك. معلش ممكن تتأكد تاني؟ بص حضرتك، هو في مشكلة في السيستم عندنا، لكن حضرتك ممكن تتأكد من سجلات شرطة السياحة، احنا كده كده بنبعتها أول